السلام عليكم. انا جد مسرور بوجود قناه لو سيت انفو هنا في ساحه جامع الفنا اللي جات تغطي هذه الكارثه اللي واقعين حنا فيها في ساحه جامع الفنا، اللي عرفات خروقات عديده وعرفات عده مشاريع على الورق لم يتم التنزيل ديالها بشكل فعلي. ما كاينش على الورق، راه كاينه مشاريع عديده بالملايير دازت من ساحه جامع الفنا هوب بقدره قادر تبخرات. كاين هنا فين تنتواجدوا خارج دابا مشروع ديال 7 المليار و300 مليون اللي فيه عده مساهمين لتثمين ساحه جامع الفنا. لحد الان باقي ما تمش تنزيل ديال هذا المشروع هذا اللي فيه واحد النقطه انا اللي طرت لي استغراب ديالي، هو واش كاين شي واحد حار لهذه المساحه الصغيره ديال بائعي الحنطه بيدوز ب 300 مليون؟ اذا فلوسنا غادي نسابوا. قولوا ساهمتوا معنا بالقوادس والحفير، قولوا ساهمتوا معنا بالقوادس والحفير. ساحه جامع الفنا كتعرف عده خروقات. انتم الا شفتوا دابا المداخيل، واحد المتاريس اسمنتيه ما بقاوش في الموصل، ما بقاوش في كركوك، ما بقاوش في بغداد، كاينين عندنا في مراكش في ساحه جامع الفنا. متاريس اسمنتيه بشعه في المدخل ديال ساحه جامع الفنا. غادي تشوفوا هاد امطار الخير اللي نعم علينا بها الله عز وجل اليوم سببت في بيرك في المداخل ديال ساحه جامع الفنا. لقينا سياح اجانب كما شاهدتوا كيصوروا هذيك البشاعه. كتشوفوا هنا بلاصه الحنطه ان كاين الضوء والماء مخلط، كاينين حفاري معرضين السياح، كاين واحد المشكل تا هو كنهضر معكم انا دابا تيبان لي اصحاب الدراجات الناريه كيخيطوا في وسط السياح. اذا هنا ساحه جامع الفنا ماشي على الورق انها تراث انساني لا مادي، خصها تكون بالفعل بالفعل، لان هي القبله الاولى للسياح بمدينه مراكش، هي القبله. خص واحد الالتفاته للناس الحلايقيه البائعي الحنطه اللي الناس مكرفصين، لان هذاك الشيء اللي كنشوف انا كيحطوا فيه بائعي الحنطه داك البيشان اللي كيديروا كيبداو تيلصقوا بالسكوتش، حال الوقت ان يكون يتهيك لهم شي شي شي, شي جليسات يكونوا في المستوى واللي كيليقوا بالتراث ديال مدينه مراكش. هنا كنفتح قوس على المشاريع اللي دازوا سيدي معاذ، كاينين تثمين المسارات السياحيه والروحيه داز، تثمين ساحه جامع الفنا كاين على الورق، الحاضره المتجدده، كلهم هاد المشاريع دازوا ما استفدت ساحه جامع الفنا والو. وكاين تساؤل، الخبازات اللي كانوا في ساحه جامع الفنا فين مشاو؟ اللي كاينه صوره شهيره للمغفور له الحسن الثاني مع واحد الخبازه في ساحه جامع الفنا، هذوك الخبازات فين مشاو؟ القرارات ديال هذوك الخبازات شكون اللي مستغلهم لحد الان؟ شكون اللي كيتاجر بهم؟ كاينين خروقات في مدينه مراكش، كنطلبوا المجلس الاعلى للحسابات انه يدخل في هذه النهضه هذه اللي قايمها اللي واقف عليها عاهل المملكه صاحب الجلالة سيدي محمد السادس نصر الله وأيده. هاد النهضة هادي ضد الفساد والمفسدين، بغيناهم يحولوا لنا لابوصول واحد شوية لجهة مراكش. كنشوفوا دابا يوتيوبرز عالميين وصفحات ديال المغاربة قاطنين بالديار المهجر كيتكلموا على الفساد بمدينة مراكش وكيذكروا أشخاص معينين في دائرة القرار بمدينة مراكش. حنا بغينا يتفتح تحقيق في هاد مع هاد الناس ويتفتح تحقيق في هاد الملفات ديال الفساد في مدينة مراكش، ولا رحمة ولا شفقة على اللي كيجر مدينة مراكش الهوية. المسؤولين على المدينة خويا معاذ أنا عييت ما نوجه لهم الرسائل، أنا كنوجه رسالة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده باش يعطي واحد الالتفاتة لمدينة مراكش، لأنه توحشناه أنه يجي يشوف مدينة مراكش المحبوبة ديال الملوك العلويين كاملين، لأن مدينة مراكش في تدهور. لأن لابد ندير نداء للمسؤولين ديال مدينة مراكش، المسؤولين ديال مدينة مراكش في سبات عميق لا من مجيب، كنضلوا كنحطوا المسؤولين ديال مدينه مراكش يعطيونا غير داك الشيء اللي داز قدام صاحب الجلاله. فينا هو؟ فينا هي ساحه القزادريه ب 700 مليون سنتيم؟ المنتزه ديال مولاي الحسن 5 مليار و300 مليون، هذا الشيء كله. الحاضره المتجدده اكثر من 28 مليار، هذا الشيء كله. تثمين المسارات السياحيه كاع هاد المشاريع فينا هما؟ فينا هما على ارض الواقع؟ فينا هما؟ كنجيو كنشوفوا ناس تيأسسوا شركات تيكونوا قراب من دائرة القرار كيبداو تينهبوا في المشاريع دون حاسب ولا رقيب. شكوى لله عز وجل ثم إلى صاحب الجلالة أنه يرسل لنا لجنة للتحقيق
مع مسؤولين ديال مدينه مراكش، لا السابقين ولا الحاليين. كاين فساد، كاين خروقات، كاين اختلاسات، تنقولها وتنتحمل المسؤوليه ديال كلامي. الا تفتح تحقيق في مدينه مراكش غادي تحور يوسف كبار.